مساء الخير يا حبايبي، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا كلياتكم بخير. اليوم بدنا نحكي عن مشكلة رئيسية بتواجه الاشخاص اللي بيلعبوا جيمينج على اللابتوب، او الاشخاص اللي عندهم لابتوب ما سنحت لهم الفرصة مثلا يجيبوا بي سي ويجيبوا تجميعة، فهنن بيلعبوا جيمز على اللابتوب. هلا من احد المشاكل الرئيسية اللي بتواجهنا باللعب على اللابتوب هي مشكلة الحرارة، يعني أثناء اللعب ترتفع درجة حرارة كرت الشاشة والمعالج لدرجات مرتفعة، لدرجة أنه في ببعض اللابتوبات فيها نظام الشاتينج داون لتوصل لدرجة حرارة معينة، يعني تقريبا 85 أو 90 درجة اللابتوب بيعمل شات داون، يعني بيغلق حاله مشان يحمي دارة اللابتوب وأجهزته من أنه ينحرق أو يصيب أتلاف. طيب هلا مثل ما كلياتنا بنعرف انه غالبيه اللابتوبات بتحمى معنا وخاصه بفصل الصيف، طيب شو الحل؟ شو الحلول لهي المشاكل؟ هلا في كتير حلول لهي المشاكل صراحه. ممكن مثلا نجيب الكولينج باد اللي بتنحط تحت اللابتوب، او في اختراع جديد هو الفاكيوم كولر، هو عباره عن جهاز شفط بنحط على طرف اللابتوب محل مخارج التهويه، كمان بيساعد بخفض حرارة اللابتوب. طيب وفي كمان كتير برامج اللي بتعمل مثل أندر فولت. كيف يعني أندر فولت؟ يعني بتخفض جهد كرت الشاشة والمعالج لحد معين، بحيث أنه إذا وصل لهالحد ما يتجاوز المعالج أو كرت الشاشة اللي عنا كرمال ما يحمى زيادة. طب هلا نحن ما بنعرف نشتغل على هاي البرامج وما بدنا نتكلف نجيب هالقصص هاي، رح اقدم لكم هلا بهذا الفيديو باذن الله تعالى حلول مجانيه تحسنوا تعملوها من نظام الويندوز نفسه، حركتين بسيطات باعدادات الويندوز، واحد بخيارات الطاقه والثاني باداره المهام، ان شاء الله رح اشرح لكم اياه. هلا مثل ما لكم شايفين انا هون عم بلعب لعبة Need for Speed Payback. هلا انا ضبطت درجة الحرارة على 79 للجي بي يو، والمعالج ضبطته على 74 بعد ما عملت هاي الحركات، هاي رح ورجيكم كيف بنعملها. طيب هلا منروح على خيارات الطاقة اللي عنا، لحظة نسكر هون، منروح على خيارات الطاقة من تحت بالويندوز مثل ما لكم شايفين، نعمل كبسة يمين عليها على خيارات الطاقة. معلش طولت شوي عندي لحتى تطلع. نرجع نكبس عليها، طيب هلأ طلعت لنا خيارات الطاقة، منحط المزيد من خيارات الطاقة، منحط الإعدادات المتقدمة تغيير في المخطط تبع الطاقة عنا. هلأ بهالحالة أنا عندي كرت الجرافيكس هو AMD، بننزل على الأخير على كرت الشاشة اللي عندي اياه، منحط الخيارات بدل الماكسمايز بيرفورمانس منخليه على ماكسمايز باتري لايف، طبعا بحالة انه هو متصل على التيار الكهربائي، منحط اوكي. تمام هلا رح ورجيكم كيف رح تصير اللعبة، رح نرجع نشغلها. هلا مثل ما لكم شايفين اذا بتقارنوا درجة الحرارة مع درجة الحرارة اللي كانت قبل ما اعمل هاي الحركة انخفضت كتير لكرت الشاشة، يعني صارت درجة حرارة كرت الشاشة بالستينات. بس هيك بهالحركة في نقطة انه بصير عندكم شوية لاج باللعبة، يعني مثل ما لكم شايفين بيصير شوية تقطيشة باللعبة. طبعا هذا الموضوع ممكن نحله شوي انه نخفف اعدادات الجرافيكس باللعبة عنا، يعني مثلا انا كنت حاططها على هاي بهاي اللعبة، صرت ألعبها انخفضتها على الميديوم. نحل الموضوع معي بطريقة جميلة يعني، واللابتوب أهم شيء أنه ما عاد يحمى يعني.
اللابتوب ما عاد يحمي وما عاد يعمل شت داون لحاله. هلأ في طرق كتير مثل ما قلنا، رح أرجع أشرح بفيديوهات أنا شو بعمل شو عامل لللابتوب عندي كمان كرمال أخفف درجة حرارته ما ترتفع. إن شاء الله تكونوا كلياتكم استفدتوا من الفيديو، جربوا وكتبوا لي بالتعليقات، ويعطيكم العافية بفيديو جديد. السلام عليكم ورحمة الله.